يقول اللي يقرأ القرآن ويهز أثناء الصلاة أو هكذا، هذا مكروه، هذه حركة مكروهة في الصلاة، كانت شعورية أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة، ولقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشع، فأي حركة خارج عن حد الصلاة مكروهة. بس هذا جواب سؤالك، تفضل استريح.